الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب ساتھی دین جو محمد سا سرورے کرنے سرکار دو عالم شافی محشر ساقی کوثر بلند بالا قدر رحمت سمندر حضرت محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات گرامی تے درود و سلام دو نظرانہ پیش کر سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هم روك رہے ہیں باطل کو هم روك رہے ہیں باطل کو وہ یار ہمارے ساتھ چلے یہ راستہ چٹک جاتا ہے وہ یار ہمارے ساتھ چلے قابل احترام جناب صدر جلسہ حاجی سارم بنوانو صاحب امیر جمعیت علماء اسلام ضلع بٹیاری اسٹیج پہ موجود اکابرین جمعیت علماء اسلام عہدیداران اج جو ہن عظیم الشان فقید المثال تاریخ صاف اجتماع دے نے آپ تے خیبر دے جماعت کے یونٹی کل کے ضلع دے جماعت کے دل دے گہرا انسان مبارک باد پیش کریا تو تھڑی در دعا کریا تو اللہ تبارک و تعالی ان جماعت کے ان محنت کے پنجے بارگاہ میں شرف قبولی عطا فرمائے ماتا بہرے علماء اکرام تفصیلی انداز میں